قصص الأنبياء. بالعامية السودانية. قصة سيدنا سليمان الحكيم عليه السلام. الجزء السابع. ازيك يا خالتي صفية؟ اهلا وسهلا. اهلا بكم. الحمد لله. الله يخليكم. تفضلوا. الليلة اكيد مجهزة لنا قصة شيخة. أكيد طبعا لازم. خلاص اقعد وارتاحوا عشان تسمعوا ان شاء الله. يلا. في المرة الفاتت يا جماعة اتكلمنا عن زيارة ملكة سبأ للملك سليمان. صح. وعن تفاصيل زيارته. أيوة. ملكة سبأ يا جماعة أهدت الملك سليمان حوالي 4 أطنان من الذهب ومستلزمات الزينة القيمة بالإضافة لبعض العطور. والعطور دي ما كان دخل البلد قدرة في العدد قبل كده. وسيدنا سليمان بدوره أكرم ملكة سبأ وقدم ليها هدايا خاصة وأداها كمان بالإضافة للهدايا دي كل اللي طلبته باعتباره إنه الملك سليمان صاحب الجاه والسلطان. ملكة سبأ رجعت لبلدها مع الحاشية بتاعتها وهي متعجبة جدا من شافته. الملك سليمان كان من أغنى ملوك الدنيا لأنه كمية الذهب اللي كانت بتجيه في السنة كانت حوالي 23 طن. 23 طن ذهب؟ بالإضافة للضرائب اللي كان بيأخذها من التجار والبياعين وحكام الولاية التابعة لمملكته وبالإضافة اللي كان بيستلمه من كل ملوك العرب برضه. ومن الحاجات اللي كانت بتدل على غنى الملك سليمان تحف الأدوات الحربية اللي كانت عبارة عن 200 درجة كبيرة كل واحدة منها وزنها حوالي 7 كيلوغرام من الذهب المشغول. و300 درجة صغيرة من الذهب المشغول كل واحدة منها كان وزنها حوالي 1.75 كيلوغرام. الملك سليمان يا ولادي عمل التحف دي ووضعها في ناحية من قصره معروفة بمبنى غابة لبنان. وكمان عمل الكرسي الملكي من العاج ومحلى ومطعم بذهب صافي. والكرسي ده كان في سلم ب6 درجات بيوصل له. وكان راس الكرسي ده مدور من الناحية الخلفية وله يدين من الشمال واليمين. وكان في تمثال أسد واقف جنب كل يد و12 تمثال لأسود واقفة على درجات السلم الستة من ناحية الشمال واليمين. والكرسي ده ما كان في له مثيل في كل الممالك الثانية. مش كده وبس، حتى الكبايات والكاسات اللي بيشرب بيها الملك سليمان كانت كلها من الذهب. وبرضو الأواني والعدة اللي في مبنى غابة لبنان كانت كلها من الذهب الصافي. وما كان في أي شيء من الفضة لأنه الفضة في زمن الملك سليمان ما كانت عندها قيمة كبيرة. الذهب طبعا كان متوفر عند الملك سليمان لأنه كان عنده سفن تجارية بتعمل مع سفن حليفه الملك حرام. والسفن دي كانت بتجي مرة في كل 3 سنين شايلة ذهب وفضة وعاج وقرود ومجموعة من طيور الطاووس. الملك سليمان ده يظهر انه كان غني وحكيم جدا. ايوه يا منى يا بنتي، الملك سليمان كان أعظم من كل ملوك الأرض في الغنى والحكمة. وكان الناس بيجوه من كل مكان عشان يسمعوا الحكمة بتاعته الوضع الله في قلبه. وكان كل اللي بيجي يجيب معاه هدية للملك سليمان إما قطعة من الذهب أو الفضة أو الملابس أو السلاح أو العطور أو الخيول أو البغال. وده كان بيحصل كل سنة. والملك سليمان كان عنده مركبات حربية وخيول كتيرة وكان عنده 1400 مركبة. ده كلام صح يا منى. 12,000 من الخيول. بالضبط، ده كلام صح.
أنا كمان سمعت إنه جزء من الخيول والمركبات دي موجودة في المناطق المخصصة لها برا القدس. صح. بين ما كان جزء منها معاه برضو في القدس. ده كلام صح. والملك سليمان يا جماعة من شدة الغنى خلى الفضة تكون شيء عادي ومتوفرة بالهبل زي تراب الأرض، وخلى خشب الأرز النادر كمان متوفر زي الخشب العادي في أي مكان. طيب خلوني أكلمكم عن الخيول. خيول الملك سليمان كان بيستوردها من كوي اللي هي في تركيا حسن، ومناديبه كانوا بيمشوا يشتروها من هناك على حسب سعر السوق، ومن مصر كمان كانوا بيستوردوا المركبات الحربية والخيول. ده صح. كانوا بيدفعوا حوالي كيلو جرام وثلاث ارباع فضة للحصان الواحد. حصان واحد بس؟ أيوة، ثلاثة كيلو جرام وثلاث ارباع من الفضة. أما المركبات الحربية كانوا بيدفعوا لكل واحدة منها حوالي 7 كيلو جرامات من الفضة. ده كلام صحيح. والملك سليمان بيدوره كان بيصدر جزء من الخيول والمركبات دي لملوك الحثيين والأراميين. طيب يا جماعة، نعم، الملك سليمان ده كان عنده زوجة واحدة بس اللي هي بنت فرعون؟ لا لا يا ولدي، الملك سليمان بالإضافة لبنت فرعون حب نسوان كثيرات من أمم مواب وعمون وأدوم وصيدة والحثيين، والأمم دي هي اللي الله نهى شعب بني إسرائيل منها وقال لهم ما تتزوجوا منهم وما تتزوجوهم لأنهم حيضللوكم عشان تعبدوا آلهتهم. لكن مع ذلك الملك سليمان حب كثير من نسوان الأمم دي ويتعلق بيهم، وكان عنده 700 زوجة من ذرية الملوك و300 زوجة من الجواري. وزوجات الملك سليمان ديل قادنوا للضلال تدريجيا، ولما كبر في السن أغرنوا بأنه يعبد آلهتهم وعلى عكس أبوه داود. ده حسب ما سمعت سليمان كان قلبه بميل مع هوا نسوانه وما كان بالكامل مع المولى إلهه. كلام صح. عشان كده عمل الشر وعمل ما لا يرضي الله، لأنه عبد عشتورة إلهة الصيدونيين وعبد مولخ إله العمونيين وبنى له معبد على جبل في شرق القدس. صح الكلام ده؟ كلامك صح يا منى. وفي نفس المكان كمان بنى معبد لكموش إله المؤابيين، والآلهة الاثنين ديل كانوا معروفين بالقسوة والشدة، عشان كده الله كان غضبان عليهم بالذات أكثر من آلهة الضلال التانيين. وسليمان عمل نفس الشيء كمان وبنى معابد لآلهة زوجاته التانيات عشان يحرقن فيها البخور ويقدم فيها الأضاحي لآلهتهم. الله غضب على الملك سليمان لأنه قلبه انحرف من طريقه، مع إنه الله ظهر له في حلم مرتين عشان يوصيه وينذره بأنه ما يعبد آلهة تانية. ومع إنه الله وصى الملك سليمان بالأمر ده، لكن سليمان ما حفظ وصية الله، وعشان كده الله غضب عليه وقال له ما دام أنت تصرفت بالطريقة دي وما حفظت عهدي معاك والبيشمل الفرائض اللي أنا وصيتك بيها، أنا حنزع منك الملك وأديه لواحد من أعوانك اللي هم في خدمتك، ولكن إكراما لأبوك داود أنا ما حعمل ده في فترة حكمك، لكن حنزعه لما ابنك يستلم الحكم، وبرضو ما حنزعه منه بالكامل، حخلي له منه قبيلة واحدة بس إكراما لعبد داود وللقدس اللي أنا اخترتها إكراما لإسمي. تحقيقا للكلام ده الله سلط بعض أعداء الملك سليمان وعارضوه، لكن معارضتهم ما كان لها أثر كبير إلا بعد وفاته. واحد من المعارضين ديل كان اسمه هدد الأدومي، وهو من الذرية الملكية في أدوم. لما داود هزم أدوم في الحروب الماضية، يواب القائد العام لجيش داود مشى عشان يدفن الجنود الماتوا في الحرب، وقعد هناك ومعاه كل جيش بني إسرائيل لمدة 6 شهور.
لغاية ما قتل أغلب الذكور اللي كانوا موجودين في أدوم، ولكن قليل جدا منهم نجوا. واحد من الناس النجوا هو هدد، كان ولد صغير لأنه شردوا معاه بعض من أعوان أبوه. هدد اتوجه مع أعوان أبوه دي لمصر عن طريق مديان، ومنها مشوا لفاران. فاران؟ فاران دي بتقع وين؟ سؤال وجيه يا ولدي. فاران دي يا ولادي هي صحراء بتقع شمال غرب ميناء العقبة حاليا. هناك في فاران انضموا لهدد وأعوانه مجموعة أخرى من الرجال، وسافروا كلهم لفرعون ملك مصر. وفرعون أدى هدد بيت وأرض وأمر له بمعونة الطعام، وكان مبسوط جدا. عشان كده زوجوا أخت زوجته الملكة تحفنيس. زوجة هدد دي ولدت له ولد سماه جنوبس، والملكة تحفنيس زوجة فرعون ربت جنوبس ولد هدد في قصر فرعون مع أولاده. وهدد كان موجود في مصر لما سمع بأنه داود رحل عن الدنيا، وإن يواب القائد العام للجيش برضو مات، قال لفرعون: يا مولاي أنا بستأذنك، أرجوك تسمح لي أرجع لبلدي. ليه؟ ليه عايز ترجع لبلدك يا هدد؟ أنا قصرت معك في حاجة؟ أبدا يا مولاي أبدا، ما قصرت معاي في حاجة، كتر خيرك، لكن أنا بستأذنك عشان لازم أرجع البلد. طيب يا جماعة، ده مكان مناسب نقيف فيه الليلة. يا سلام. بإذن الله في المرة الجاية هنختم لكم القصة. تحية زروق. إخراج طماطر شيخ الدين.